السلام عليكم أعزائي الطلبة. في المحاضرة الثانية لموضوع Stress Transformation. في المحاضرة السابقة يعني أخذنا اشتقينا القوانين الرئيسية، العلاقات الرئيسية في هذا الموضوع، وحلينا أيضا مثاليا لتطبيق هاي القوانين. نجي نكمل حل الأمثلة حول الموضوع. For the beam shown in the figure، هذا عندي بيم كانتيليفر مثل ما تشوفوا، عليه حمل واحد اللي هو 10 كيلو نيوتن في طرفه الحر. السكشن مالته المقطع العرضي هو هذا، مستطيل عرضه 100 والعمق مالته 200. يطلب من عندي النورمال اند شير ستريس اكتنج اون بوينت سي ان ذا بلين اي بي، فيريد النورمال والشير ستريس في النقطه سي هذه اللي هي تبعد 2 متر عن هاي النهاية الحرة، وبالسكشن يكون مكانها 50 مليمتر من الأسفل مثل ما تشوف هنا. يقول شقد اكو نورمال وشير ستريس في هاي النقطة، بس شنو على هذا البلين، يعني ضمن هذا البلين الاي بي مائل اللي هو مائل. زين اوكي، شو راح نحل السؤال هذا؟ يعني يختلف شوية عن المثال اللي مرت علينا، يعني هو مو منطيني element جاهز وعندي القيم سيجما اكس سيجما واي والتاو اكس واي مثل ما شفنا بالمعادلات جاهزه واني اطبق، لا هنا لازم اني اوجد هذه القيم. فانتبهوا لي، يعني هنا لازم نعرف في نقطه سي بالحقيقه ايش قد عندي نورمال سترس وايش قد عندي شير سترس بالسكشن الطبيعي. احنا لما بالحل العادي مالتنا بالبيمز شو نسوي؟ ناخذ مقاطع بهالشكل، مو ناخذ مقاطع عموديه على محور البيم، مو صحيح؟ ما ناخذها بشكل مائل، ناخذها بشكل عمودي. فاحنا هسه نفس الكلام راح ناخذ في نقطة سي مقطع، بس شنو؟ عمودي بهذا الشكل. نحل عليه أول شيء وبعدين نحول اللي هو موضوعنا شنو؟ ستريس ترانسفورميشن، يعني تحويل الستريس من الوضع الطبيعي اللي احنا نتعامل وياه إلى فد وضع بزاوية مختلفة. أوكي، فهنا الحل مرحلتين بالحقيقة، نوجد الستريسز بنقطة سي بأخذ مقطع هالشكل عمودي وبعدين نحولها. فظهرتنا نعرف قيمة النورمال سترس في نقطة سي، منين نجيبه؟ النورمال سترس بالحقيقة هنا راح نجيب من قانون الفلكتشر فورمولا اللي أخذناها بموضوع البيندنج سترسز، اللي هي هاي ناقص ام في واي على اي. فأحتاج إذا نعرف هاي القيم أو المقادير الثلاثة، الام المومنت اللي هو في نقطة سي منين أجيبه؟ من خلال هاي القوة بالحقيقة، هاي القوة 10 في المسافة إلى السكشن في نقطة سي، 10 في 2 أوكي اللي هو 20. ليش إشارة سالبة؟ لأن هنا مثل ما تشوف هذا انباوع اللي راح يكون الدوران مالته هالشكل، فإذا هالشكل نرسمه فراح يكون السهم مالته للأسفل، يضغط على الجزء الأسفل، بما أنه السي هي صايرة أسفل البيم، يعني هذا هو مستطيل النيوترال اكسس مالته بالمنتصف، يعني بنص المية، بنص الميتين العفو، يعني 100 من الاسفل، ونقطة سي هي 50 من الاسفل، فهي صايرة بالجزء الاسفل. فهاي القوة راح تسوي شنو؟ ضغط على الجزء الاسفل وتسوي تنشن بالاعلى، والمومنت اللي يسوي لي كومبرشن بالاسفل وتنشن بالاعلى مثل ما احنا ماخذيه سابقا هو نعتبره هذا نيجاتيف، نيجاتيف مومنت. فلذلك ننطي اشارة سالبة، هاي السالب هذا، إذا المومنت هو ناقص 20 كيلو نيوتن متر. زين الواي، الواي منو هي؟ إذا تتذكرون القانون هي قلنا بعد النقطة اللي دا أقيس بها السترس عن النيوترال أكسس، فقلنا إذا النيوترال أكسس هو بالمنتصف، فإذا بعد نقطة سي عن النيوترال أكسس راح تكون هي عبارة عن 50، أوكي، لأن هي 50 من الأسفل و 50 من عدها إلى النيوترال أكسس، واضح؟ هاي الخمسين هي مو هاي المسافة بالأسفل، وإنما من نقطة السي إلى وين؟ إلى النيوترال أكسس. زين ليش هنا أعطيناها إشارة سالبة؟ هذا أيضا مراجعة، قلنا تطبيق هذا القانون سالب. ليش؟ لأن قلنا الواي تؤخذ موجبة إلى الأعلى وسالبة إلى الأسفل، في نقطة سي هي صايرة بالأسفل فتنطيها إشارة سالبة. أوكي، شو بقى عندي؟ الآي العفو اللي هو عزم القصور الذاتي، بي أشتكي على 12 باعتبار هذا مستطيل، البي هي 100 العفو، والاتش 200، وانطبق القانون طلع عندي هذه
قيمة أوكي بالمليمتر أس 4 طبعا هاي بالمليمتر 50 مليمتر زين فنجي نطبق القانون سيجما سي يساوي الناقص هاي شنو مال القانون المومنت هو ناقص 20 أضربه في 10 أس 6 قلنا حتى نحوله إلى شنو إلى نيوتن مليمتر هذه 10 أس 6 مضروب في الواي اللي هو ناقص 50 على الاي اللي هو هاي قيمته فهنا سالب في السالب في السالب راح يعطيني أيضا سالب لاحظ والناتج الحساب هي 15 ميجا باسكال راح يطلع لي يعني بالنيوتن على مليمتر مربع وقلنا ناقص شنو معناها يعني معناها كومبرشن مثل ما احنا يعني استنتجنا قلنا بما انها النقطة بالاسفل وهنا هذا هو العزم هالشكل يفتر فراح يسوي لي كومبرشن بالاسفل اوكي باتجاه الاكس طبعا باتجاه الاكس كومبرشن باتجاه الاكس جيد هذا النورمال ستريس نجي للشير ستريس في نقطة سي يعني على نفس المقطع اللي احنا قطعناه شير ستريس منين اجيب لازم عندي قوة الشير فهنا بما انه هاي 10 الى الاسفل فاي مقطع تاخذه هنا هم راح يطلع شنو 10 الى الاعلى فالفي هي بالحقيقة 10 كيلونيوتن وتكون يعني اتجاه الاعلى طبعا التاو هو هذا قانون في كيو اوفر اي بي ايضا فالفي هي 10 الكيو نجي نحسب الكيو انتبه لي الكيو وين في نقطة سي فأني بهاي النقطة فقلنا شو نسوي فنقطع في النقطة وناخذ أما المساحة الأعلى أو المساحة الأسفل فأنا الأسفل هي يعني الأسهل إلي أخذها اللي هي شقد انتبه لي 100 منو العرض 100 في الخمسين هذا الجزء الأسفل ارتفاع الجزء من سي إلى الأسفل هاي 100 في 50 اللي هي المساحة قلنا الكيو هو المساحة الجزء اللي أقطعه في منو في بعد السنترويد مالته عن النوتال اكسس فهسه من السي للاسفل هذا المستطيل وين السنترويد مالته راح يكون في المنتصف يعني بنص الخمسين هاي مو المسافه 50 من البتم للسي ففي منتصفها 25 ف 25 من السنترويد للسي ومن السي للنوتال اكسس هي اصلا 50 فتكون المسافه الكليه هي 75 هاي 75 شنو هي هي سنترويد هذا الجزء الاسفل سنترويد مسافة من السنترويد إلى النيوترال أكسس أوكي طبعا هنا ما رسمنا بالحقيقة احنا ما رسمنا السكشن يعني لأن هاي معلومات المفروض احنا نعرفها انتو اللي يشوف يعني مو واضحة عنده هذا اللي دا نحكي يرسم السكشن على جهة ويحدد النيوترال أكسس ويحدد أيضا هاي المسافة ويحسب بشكل طبيعي فتطلع عندي هذه الكيو على الآي حسبناها قبل شوية والبي منو هي البي قلنا عرض المقطع في مكان اللي دا احسب بيه هنا العرض هو 100 ثابت فكل القيم موجوده فنجي نطبقها بالقانون تنطيني شنو 0.562 ميجا باسكال الى الاعلى شلون عرفنا الاعلى لان هنا هي الفي الى الاعلى باعتبار رد فعل هنا هالشكل راح تكون للاعلى اوكي هذه طبعا يعني ان ذا واي دايركشن ان ذا واي دايركشن فاذا حسبت قيمه النورمال ستريس والشير ستريس خلينا نقول بالوضع الطبيعي بالوضع الاصلي يعني قبل لا اخذ الزاويه هذه فنجي هسه اذا جينا كبرنا نقطه سي خلينا نقول هي هاي نقطه سي فش حصلت اني من الحسابات السابقه حصلت عندي اذا 15 ميجا باسكال كومبرشن باتجاه الاكس فاجي ارسمها لاحظ كومبرشن قلنا اذا السهم يضغط على الالمنت هاي منا طبعا هاي تقابلها منا بعد رسمناها 15 بعد ما يحتاج نخلي سالب لان اتجاهها هو يدل على انه هي سالبه. زين وعندي شير مقداره 0.562 قلنا باتجاه الواي الى الاعلى فهمين اجي ارسمه هذا الشير لاحظ هذا 0.562 ميجا باسكال قلنا هذا قابله بالراس وهذا قابله بال يعني بالنهايه الاخرى وهالشكل هذا نرسمها يعني بشكل متناسق. جيد. هذا اللي انا اعرفه هسه من خلال الاجهادات اللي حسبتها عن نقطة سي، زين، بالواي اكو هنا ما عندي بالواي، ما عندي بالواي لانه ما يعني اللي حسبته هو باتجاه الاكس هذا سيجما نورمال ستريس. زين، هذا الوضع الطبيعي، هو ايش يطلب من عندي؟ ما يريد من عندي هاي ستريسز. يقول لي اريد ستريسز في نقطة سي بس مو بهذا الوضع طبعا وانما اريد بهذا البلين. على امتداد البلين اي بي اللي هو قلنا شنو؟ حسب ما هنا موضح لي بالسؤال يعني 45 درجة
طبعا من الافقي، وبالنتيجه اذا تاخذها من العمودي همينا 45 باعتبار يعني الكل 90. فاجينا هنا قلنا اذا بين الوضع العمودي الاصلي وبين البلين اللي هو يريده عندي 45 درجه، وهنا القياس هو عكس عقرب الساعه هاي ال 45. فاذا الزاويه مالتي هي شنو؟ هي مقدارها 45 درجه. فنجي اذا نروح المعادله رقم 1 ومعادله رقم 2 اللي اخذناها بالمحاضره السابقه نطبقها وتكون الزاويه مقدارها 45. فوياي هسه سيجما اكس داش ات ثيتا يساوي 45. خلينا نجي نطبقها. سيجما اكس ايش قد؟ هذا السيجما اكس اللي هو قلنا بالوضع الطبيعي 15 سالب، قلنا نعوضه ليش؟ لان كومبريشن، فينزل ناقص 15 وياي. و سيجما واي قلنا ما موجود، قيمته صفر على 2، زائدا سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2. في كوساين 2 ثيتا، كوساين 2 ثيتا هي ثيتا 45، ففي 2 تصير 90، كوساين 90. زائدا شنو؟ تاو اكس واي، هذا تاو اكس واي مضروب في ساين 2 ثيتا اللي هو ساين 90. اوكي نحسبها هذه، طلعت عندي القيمه للسيجما هي ناقص 6.938 ميجا باسكال، والناقص معناها كومبريشن. فاذا جينا نرسم الالمنت، لاحظ وياي هذا الخط العمودي قلنا نمشي 45 عكس عقرب الساعه، ونرسم الفيس الرايت فيس هالشكل راح يصير بعد الدوران بعد ال 45 درجه. فقلنا طلع النورمال ستريس ناقص 6.938، فنجي نرسم ايضا كومبريشن ضاغط عليه مقداره 6.938، هذا النورمال ستريس. التاو اكس داش واي داش اللي هو منو هذا؟ يعني هذا اللي يكون مؤثر وين؟ على الوجه بشكل موازي. ايضا من قانونه هذا نطبقه، سيجما اكس وسيجما واي وتاو والثيتا 90 او 2 ثيتا 90 ينطيني ايش قد؟ 7.5 موجب. موجب اذا ارسمه وين؟ هالشكل صاعد يعني على الوجه الايمن، ومقداره 7.5 ميجا باسكال. هذه اذا هي الستريسز المطلوبه بالزاويه 45. لاحظ انه يختلفون عن الستريسز الاصليه مالتي في ليش؟ لان قلنا لان الزاويه تختلف وتكون الستريسز مختلفه كل ما اختلفت الزاويه. اوكي طبعا هنا اذا ردنا نحسب سيجما واي داش نقدر لو ما نقدر؟ هنا ماكو سيجما واي، يعني هم ماكو هنا سيجما واي داش؟ لا ما لها علاقه، ممكن هنا اكو قيمه للسيجما واي داش. فهنا يعني اعتبروا مثل الهوم ورك انه تحسبوا من قانون السيجما واي داش اللي هي المعادله رقم 3 في المحاضره السابقه اشتقيناها ويطلع لها قيمه. بس احنا ليش ما حسبنا؟ لان هو قايل لي اريد الستريسز بهذا البلين، بهذا المستوى، يعني بهذا الوجه. لاحظ وياي هذا الوجه اللي هو، فنحسب له اذا هذا الستريسز. لو قايل لي اريد الاول ستريسز بهذه يعني الحاله، فنحسب له ايضا السيجما واي داش. وهذا ايضا هوم وركس يطلب من عندي البرنسبل ستريسز و ذير اورينتيشنز، ويريد من عندي الماكسيمم شير ستريس وايضا الاورينتيشن مالتهم، يعني هاي المطالب نفسها مالت المثال الثاني اللي حليناه يعني المحاضره اللي فاتت. اوكي ناخذ مثال اخر. For the element shown in the figure, if the normal principal stresses are sigma 1 20 و sigma 2 ناقص 80, determine their orientations. هنا منطيني شباب هذا الالمنت، لاحظ منطيني السيجما اكس والسيجما واي، ما منطيني اياهم يعني مجاهيل، منطيني فقط منو؟ التاو اكس واي اللي هو 30 ميجا باسكال، وايضا منطيني البرنسبل ستريسز السيجما 1 والسيجما 2. اوكي منطيني قيمهم السيجما 1 20 والسيجما 2 ناقص 80. يقول اريد ذير اورينتيشن، يعني اريد اتجاهاتهم منو؟ سيجما 1 سيجما، يعني منو يريد؟ اريد الثيتا بي 1 والثيتا بي 2. اوكي وبعدين يقول لي همين احسب لي سيجما اكس وسيجما واي، يعني هذول اللي هم مجاهيل بالسؤال. ماشي اوكي. طبعا ملاحظه قبل ما نبدا بالحل، لاحظ سيجما 1 20 سيجما 2 ناقص 80. احنا قلنا لما اشتقينا العلاقه مالتهم قلنا دائما السيجما 1 اكبر من السيجما 2. هسه واحد يقول هنا سيجما 1 20 وسيجما 2 ناقص 80، يعني هنا 80 اكثر من 20. نقول لا، السيجما 1 سيجما 2 احنا نحسبهم من علاقه معينه اللي هي هاي
لاحظ هذه مو سيجما 1 قلنا ياخذ الموجب والسيجما 2 ياخذ السالب، فهي علاقه رياضيه تعتمد على الاشارات. فهنا بنقول اكبر يعني اكبر بالموجب، ما دام هو موجب وهذا سالب اذا هذا اكبر من هذا هالشكل يعني. واشي طلاب يعني هاي ننتبه له. زين فاذا هي من عندي قلنا الثيتا بي، فاجي على قانونها تان 2 ثيتا بي يساوي تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2. هذول ايش عندي منهم معلوم؟ عندي التاو اكس واي معلوم اللي هو هذا 3، ولكن سيجما اكس وسيجما واي مجهول ما اقدر اعرفه. زين شو نسوي؟ نجي نستخدم العلاقه ايضا اللي ذكرناها في المحاضره الاولى اللي هي شنو؟ مجموع النورمال ستريس باي حاله من الحالات هو ثابت. فاذا جينا قلنا بما ان سيجما 1 وسيجما 2 موجوده عندي، فمجموعهم سيجما 1 زائد سيجما 2 اللي هو سيجما 1 20 زائدا ناقص 80 يعني ناقص 60 المجموع مالتهم، هو نفس مجموع سيجما اكس زائد سيجما واي، هو هالشكل قلنا. فحصلت لي على علاقه بالحقيقه انه سيجما اكس زائد سيجما واي يساوي ناقص 60، مجموعهم ناقص، بس ايش قد كل واحد منهم بعد لحد الان انا ما اعرف. جيد خلي نجي الى معادله سيجما 1 اللي هي هذه، قلنا هي المعادله زائد ناقص وتنطيني سيجما 1 سيجما 2، فانا خلي اخذ بس ال1، فاذا تاخذ بس ال1 تاخذ الاشاره الموجبه، اذا تاخذ بس ال2 تاخذ الاشاره السالبه، ماشي؟ فجينا سيجما 1 هي 20 يساوي هنا قلنا صحيح سيجما اكس ما عندي وسيجما واي ما عندي، بس ايش حصلت انا؟ حصلت مجموعهم اللي هو ايش قد؟ ناقص 60، وهذه العلاقه هنا مجموعهم، فاشيل هذا المجموع كله اخليه بمكانه ناقص 60. اوكي يعني هنا استفيد من هاي العلاقه، صحيح انا ما اعرف سيجما اكس ايش قد وسيجما واي ايش قد، بس اعرف مجموعهم من خلال قلنا هاي العلاقه، فاجيب الناقص 60 اخليها وياي ناقص 60 على 2 زائدا تحت الجذر. هنا سيجما اكس ناقص سيجما واي، يعني شوف هنا مطروحهم وليس مجموعهم اللي هو انا ما اعرفه، انا اعرف مجموعهم ناقص 60 بس مطروحهم ايش قد ما ادري، وكل واحد بيهم انا ما اعرف ايش قد، فراح ابقيها هاي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 تربيع وياي زائدا تاو اكس واي قلنا هذا 30 تربيع. جيد هاي العلاقه شنو مجهول بيها؟ مجهول بيها سيجما اكس والسيجما واي. او ايش راح اسوي انا بالحقيقه؟ طبعا هنا يعني هذا ناقص 60 على 2 يصير ناقص 30، احول لها الطرف يصير زائد 30 يعني يصير مجموعهم 50، واربع الطرفين يصير هذا 50 تربيع وهذا يروح الجذر وياي هالشكل يصير هاي 30 تربيع 900 وهذا ينزل تربيع. هنا صحيح قلنا انا عندي مجهول سيجما اكس ومجهول سيجما واي، بس اني حتى احل هاي العلاقه ما اريد السيجما اكس وحده والسيجما واي وحده، انا بالحقيقه اريد هذا. اذا هذا حصلته سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 حصلته ككل، هم اقدر استفيد من عنده اللي هو موجود هنا سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 راح اعتبره كله كانه مجهول واحد. اقدر اوجده لو ما اقدر اوجده؟ اقدر. ايش اسوي؟ هاي 900 احولها لهذا الطرف، اوكي هذا اربعه طبعا، واحول 900 هنا يصير سالب، واطرح راح يطلع عندي الباقي 1600. اوكي ليش؟ لان 50 تربيع هي 2500 ناقصا 900 ورا ما نحولها هنا تصير 1600، وهذا الطرف هو سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 تربيع. هسه اجذر الطرفين، فاذا هذا الكسر سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 يساوي 40، يعني جذر ال 1600 اللي هو 40 ميجا باسكال. لاحظ اشيله كل هذا هنا اخلي بمكانه 40. لاحظوا هاي يعني هاي الطريقه بالحل طلاب كلش مفيده، لازم ننتبه انه مو دائما لازم اوجد كل مجهول على حده، وانما اذا اقدر احصلهم هنا مثل ما شفتوا هنا حصلنا مجموعهم، وهنا هسه حصلنا مطروحهم يعني على 2 40، اذا مطروحهم وحده راح يكون 2 في 40 اللي هو 80، مو صحيح؟ فنجي اذا هسه نطبق هذا القانون تان 2 ثيتا بي يساوي وياي تاو اكس واي اللي هو 30 من السؤال هذا، على هذا قلنا سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 هذا كله هو اعرف قيمته اني 40 فاجيبه اخليه، وان كنت اني ما اعرف ايش قد سيجما اكس وحده وايش قد سيجما واي وحده، واضح؟ خليه ببالنا. اوكي فيطلع ايش قد هذا 3 على 4. اذا 2 ثيتا بي هي شنو بالحقيقه؟ التان انفيرس مال 3 ارباع اللي هو هذا 36.87 قلنا زائد 180 يطلع لي هذه. هسه
على اثنين تطلع هذه حتى اطلع الثيتا بي وحدها مو اثنين ثيتا بي، وهنا يطلع 108.44. فهاي قيمتين قلنا شلون نعرف الثيتا بي 1 المن والثيتا يعني هذه المن بالحقيقه للسيجما 1 لو للسيجما 2 وهذه همين المن، فش نسوي؟ ناخذ وحده من عندهم الاسهل اللي هي هذه 18 نعوضها بالاكويشن 1 مثل ما سوينا بالامثله السابقه، وراح تطلع لي قيمه من 2، اما يطلع لي سيجما 1 اللي هو 20 واما يطلع لي سيجما 2 اللي هو ناقص 80. راح اعرف اذا كل زاويه المن تابعه ونحدد ثيتا بي 1 وثيتا بي 2. فهي تشيكوها يعني تحسب سيجما اكس داش عندما ثيتا تساوي 18.44، يعني تطبق معادله رقم 1 اوكي، وتشوف الستراس اللي يطلع لك، ونكون يعني حلينا السؤال اللي هو شو يريد. قلنا يريد الاورينتيشن يعني ثيتا بي 1 وثيتا بي 2، وايضا قلنا طلب من عندي سيجما اكس وسيجما واي. هسه بعد راح يصير ايجادهم سهل لان انا حصلت علاقه تقول سيجما اكس زائد سيجما واي ناقص 60، هنا مجموعهم ناقص 60، وهنا حصلت مطروحهم قلنا هاي 2 في 40 80، هاي معادلتين انيه نحلها ونوجد قيم السيجما اكس والسيجما واي، فايضا هذه تقدرون تشيكوها. اوكي مثال اخر، طلاب احنا نحاول نمر على يعني اكبر عدد من الافكار، يعني ما نريد نستهلك الوقت في حسابات رياضيه، هاي تقدرون انتم تسووها. فخلينا نشوف فكره هذا السؤال. For the element shown in the figure، هذا عندي هنا هسه ايش منطيني؟ منطيني السيجما اكس لاحظ 50، بس شنو كومبرشن؟ يعني من تستخدمها المعادلات تقول ناقص 50. و السيجما واي هذه 70 موجبه، والتاو اكس واي ما مطيني هنا مجهول. فشي يريد هنا؟ find the orientation of maximum shear stress if its magnitude is 78.1 ميجا باسكال. هنا مطيني التاو ماكس طلاب، مطيني الماكسيمم شير ستريس قيمته هي مثل ما قايل لي 78.1، ويريد شنو الاورينتيشن؟ يعني يريد الاتجاه مالته اللي هو شنو الاتجاه مالته؟ يعني الزاويه ثيتا اس يعني مالته. اوكي فاحنا نجي على القانون مال تاو ماكس اللي هو هذا سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 زائد تاو اكس واي تربيع. فنجي صار تاو ماكس عندي اللي هي قلنا هاي 78.1 يساوي تحت الجذر السيجما اكس ايش قد قلنا؟ 50 كومبرشن، فندخلها ناقص 50 زين ناقص السيجما واي، هاي ناقص بالقانون، والسيجما واي هي 70، هاي 70 موجبه لي انتنشن على 2 زائد تاو اكس واي هنا قلنا مجهول، هو ما مطيني اياه بالسؤال عايفه هالشكل تربيع يساوي هذا، فهاي العلاقه بها مجهول واحد اللي هو تاو اكس واي. اوكي فنربع الطرفين ونبسط نحل راح يعطيني التاو اكس واي بالحقيقه قيمته ايش قد؟ 50 ميجا باسكال. اذا حصلت قيمه التاو اكس واي، وين استفيد من عنده؟ استفيد من عنده لانه هو بالحقيقه تان 2 ثيتا اس. هو شو يقول؟ يقول السيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 على التاو اكس واي، هذا القانون راجعوه بالمحاضرات موجود عندنا. طبعا في اشاره سالبه، فانا عندي سيجما اكس ناقص 50، عندي سيجما واي 70، وهسه حصلت التاو اكس واي اللي هو هذا، فمن عنده راح يطلع لي تان 2 ثيتا اس هو 1.2. اذا 2 ثيتا اس راح تكون هي التان انفيرس لهاي القيمه، دقها بالحاسب راح تعطيني 50.2. قلنا احنا صحيح عندي هم تعطيني قيمتين، بس هنا ما نحتاجها احنا بالشير ستريس، احتاج اعرف وحده من عندهم لان هي كلها تنطيني يعني راح تنطيني 78.1 الماكسيمم للاربع وجوه يعني للالمنت، فانا احتاج اعرف زاويه واحده من عندهم واقدر ارسم الالمنت من عندها، مو مثل البرنسبل ستريس نحتاج نعرف الثيتا بي 1 والثيتا بي 2 مو على مود الرسم، وانما حتى نعرف هذه المن السيجما 1 او سيجما 2 و الاخرى ايضا المن. اما هنا فهي نحتاج نحسب وحده فقط، ما يحتاج يعني نعرف احنا تفرق عنها ب 90 درجه، يعني بين هذا وهذا 90، بين هذا وهذا 90، بين هذا وهذا همينه 90 وهم نفس القيمه، فاذا اخذ زاويه وحده. اذا 2 ثيتا اس تطلع لي 50.2، ثيتا اس نصفها اللي هي 25.1، فهنا نجي قلنا من الخط العمودي ناخذ 25 0.1 زاوية ونرسم الالمنت مالتي واخلي الماكسيمم اللي هو مطيني اياه هنا 78.1، فحصلت اذا الاورينتيشن اللي راده اللي هي الثيتا
اس. اوكي، اذا اردنا نحسب نكمل الرسم، نحسب قلنا سيجما افرج اللي يجي ويا التاو ماكس هذا يجي تكون هاي قيمته سيجما اكس زائدا سيجما واي على 2 ناقص 50 زائد 70 على 2 ينطيني 10. قلنا هذا افرج يعني لكل الاوجه مسلط، هنا 10 وهنا 10 وهنا ايضا طبعا الاوجه المقابله. فهذا هو السؤال يعني وحله مثل ما شفتوا. الهوم ورك يريد البرنسبل ستريسز اند ذير اورينتيشن، يعني لهاي الحاله سبعد صار عندي هاي الحاله متكامله تاو اكس واي اوجدت انا يعني قيمته 50، هسه تقدر تحسب البرنسبل ستريسز واتجاهاتهم. اوكي، مثال اخر، لاحظ هذا المثال. هنا عندي هذا الاليمنت هو مصنوع من الوود، لاحظ مصنوع من الوود. السيجما اكس مالته 2 ميجا باسكال تنشن، السيجما واي مالته 1 ميجا باسكال كومبريشن مثل ما تشوف، والتاو مالته 0.5 ميجا باسكال. هنا سالب، سالب ليش؟ لان قلنا على الوجه الايمن هو الى الاسفل فناخذه سالب. زين، مثل ما تعرفون الوود يكون ب احنا نسميها دمارات، يعني الالياف مالته او الجرينز يكون لها اتجاه. فهاي من خصائص يعني المواد اللي تكون بشكل الياف منها الخشب، ان يعني يكون الـ يعني المقاومه مالتهم للاجهادات اذا كانت باتجاه الالياف شكل، واذا كانت عموديه عليها شكل. فاذا قرينا السؤال لاحظ the allowable shearing stress parallel to the grain of wood is 1 ميجا باسكال. يقول الـ allowable shear stress يعني هذا الشير ستريس اللي باتجاه الالياف الالاوبل، يعني اعلى شيء مسموح به هو 1 ميجا باسكال. فيسالني يقول از ذا شون ستيت اوف ستريس بيرميسبل، يعني هذا الوضع الستريسز هاي المسلطه هل هي مسموح بها وفق هذا الالاوبل ستريس اللي هو 1 ميجا باسكال. زين، هذه الجرينز او الالياف هي صايرة بزاوية 30 درجة مع الوضع الأفقي. أوكي؟ يعني فالشير ستريس اللي المفروض أعرفه إيش قد بهالاتجاه أكو شير ستريس حتى أقارنه ويا من؟ ويا الألاوبل اللي هو 1. واضح السؤال؟ هو قايل لي الألاوبل اللي يتحمله 1 ميجا باسكال. وين بس هذا ال 1 ميجا باسكال؟ باتجاه الألياف. أنا الألمنت اللي معطيني إياه هو مو باتجاه الألياف، هو صاير هالشكل يعني بزاوية 30 درجة عن الألياف مثل ما تشوف. فهنا شو نسوي؟ نحول السترس إلى هاي الزاوية وأشوف الشير سترس بهاي الزاوية شقد حتى أقدر أقارن. واضح؟ واضح طلاب؟ هذا السؤال يعني الفكرة من عنده. فإذا من وين نروح؟ إلى قانون التاو اكس داش واي داش المعادلة رقم 2 اللي هو هذا قانونها. نحتاج السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي والثيتا، هذول الستريسز كلهم موجودين، والثيتا ايضا مطيني اياها. اذا تشوف هي من الوضع الافقي نمشي الى الجرينز شنو عكس عقرب الساعه، فاذا هذه هي زاويه موجبه. فنطبق القانون، اذا تاو اكس داش واي داش ات ثيتا يساوي 30 يساوي وياي شباب ناقص مال القانون هذه السيجما اكس ايش قد؟ 2، هاي 2 موجب لان تنشن، ناقص هنا بالقانون سيجما واي. سيجما واي هي ناقص 1، فلاحظ ناقص ناقص تصير زائد 1، فهاي زائد 1 هي الناقص مال القانون والناقص مال سيجما واي. اوكي، تصير زائد وسيجما واي هو 1 على 2. ساين 2 ثيتا تصير ساين 60 لان الزاويه هي 30، ناقصا او هنا زائد هي بالحقيقه تاو اكس واي، بس لانه قلنا الى الاسفل على الوجه الايمن صاير الى الاسفل فناخذه سالب، فهنا صار سالب 0.5 في كوساين 60. فنحسب هاي القيمه تطلع عندي شباب ايش قد؟ تطلع ناقص 1.55 ميجا باسكال. زين، اذا الاجهاد بهاي الحاله بهاي الستيت، الاجهاد المسلط باتجاه الالياف قيمته ناقص 1.55 ميجا باسكال اللي هو شير ستريس. هنا الناقص شنو معناها بالشير؟ قلنا بالشير الناقص مجرد اتجاه، يعني اتجاه ما تأثر على طبيعة السترس. فهنا هو من قايل لي انه الألاوب الواحد انا لازم شاخذ اخذ المطلق، هنا الناقص ما يفرق، يعني هو ذا وياي ذا تلاحظ يعني الناقص شنو يعني؟
يعني سواء انت الشير ستتسلط بهالاتجاه الشكل او بهالاتجاه العكس، هو بالحالتين هو شير سترس، بالحالتين هو يحاول يقطع المادة بهذا الاتجاه. فنأخذ المطلق مالته اللي هو 1.55 ونقارنه ويا من؟ ويا الالاوبل اللي هو واحد. بس طلع عندي 1.55 اكبر من التاو الالاوبل اللي هو واحد ميجا باسكال. فهسه نجي نجاوب، از ذا شون ستيت اوف ستريس بيرميسبل، هل هذه مسموح بها؟ اكيد راح نقول له لا ما مسموح بها. ليش؟ لانه الستريس المسلط اعلى من الالاوبل. اذا نقول the state of stress is not permissible، يعني غير مسموح بهذه الحالة من الإجهاض.